نعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. على جلسي رابردوها باسي تنافر ما انكرت لو عيبانيك لكلمة هيا ولبنبونكي فصاحة حاصل أبي دوها من عيبان كدبي كلمة بو أوي فصيح بي لي خالي بي بريتي لغرابت غرابت يعني ناموي جابداني غرابت شيئا كون الكلمة وحشية بوني كلمة كي بوحشي باشا وحشي بيكيتو بكردي أبيتا كيوي كيوي لبرامبري چيايا لبرامبري كويايا آخر لنا أجلا كو مروفا كان رابطان زوري لقال كوا هميشه مثلا كويان لقال خويانا جيراوا كلان داوتي بيانو كلواشت لقال خويانا پروردانا كردان جيراوا با كل بخيويانا كردو أمانا يتد لازم نبو بيك يتقبس هر أعوابو خوي لقال أنا شويني عربتي بو دروس أكر أهاد بناو ديو وتاقو همو محلي زندقيا لقال صاحبك يا أبو خوي أقرا ببيئة ويلة هيج بترسي باشا إنجا أما أمامان بمجور أما دسمو ما نكردوها إتا ما ترسي نما واتازا مروفا كان الناسي وأزاني أوانش كاريان بينية ترسي نية راناكا هل نافري أقر شي ولاي أما أوا أقر أعجليكي تريش مثلا أقر أعجليكي تريش أوا دسموكين يعني كابرا بيني مراكيويك بوجورة ليكا يا هلويك مثلا أوا بوجورة بلاي خويا ودسموكا بيجن كويبوا آوا حاضر كوي كرواني شي يعني وكشون كو آوا دسموا بيوامانا أو أعجلي تريشي آوا ليكردوها شكلي كودريتا جاء وقتها لبرابر كوية أبيتا كيوي كيوي أويا هالو كيوة تو ليرا تو أهليت أو كيوية وقتها كان نزيكي أكا أيسا من روبزن أهلي مثلا لبنيام ناترسن حالوي ولي أوا أو كيوية لوي هالدي لأنجاما كهالدي أو تأيما كمتر لقلي محشوري بكمي مثلا شاومان بيا كوي بكمي دسمان ليجير أبي باشا أول لو در أكوي أشتو بولاي مثلا ندرة نبود على مثلا شو نوا هذا التواوي هذي سقز ما جر حفاظتي نمر كيوي كي تاني أو كوحشية كواتا وحشي يعني كيوي يعني أو لو كلمة شاء كيوية بم معنى لدس رسي مروفانية خارج لدس يعني وكو بلاي وكو شون وحشي حيواني وحشي لمروفا ترسيو هالضي أم كلمة شاء لإيما ترساوا ناية تبواري استعماله أو وحشياني أو كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى يعني معنى كي رونية هو تفسيري وحشي بونك كاتو معنى كي رونية أو وسمى ومعنى كي رونية يعني ها إما أشنانين بمعنى كي كمعنى كي نارون بإما أو معنى لإما صلأك باشا بوشي لا إيه مصلك يا أصلا إيه مصلك إلا معناك جوشاوي وبلا يعني إيه معنى كمان بلاو دورة لمشكي إيه دورة لذهني إيه وكوشون مثلا أو حيوان بوكي لدز رسي إيه بدورة باشا معنى أو لفزيشة لدز رسي إيه بدورة ما كانت معنى كذلك ولا مأنوسة الاستعمال وأم جارة خوب استعمالك ونقيراوة يعني إما الفتما نقرتوا باستعمالوا بكارهنانك يوا حالولا بس كواتك الفتما بيو نقروا خومان باستعمالك يو نقرتوا أما غرابتي بس وحشيتان أو وحشيتان يبوا التفسير فيها أو وحشيتان يعني غير ظاهرة المعنى ولا مأنو يا لا كشر كما غير وغير مأنوسة الاستعمال وكوشي وكو مصراج لقولي ابن العج لقولي ابن العجاجة وخا من النبي سوء ابن العجاج مهر عجاجي بيار انا من بيار ابن العجاج بالي جاري على كقول عجاجي لشو انا كاريك لا ولي امر ابن العجاج وايه قربان جان لدو سوق كافر من قول العجاجي عرف في قولي في قول العجاج رنقه هلا ودروز به وش عندك قولك يا عجاجي ويا ومخلة وحاجبا مزججة دي أمجارة وفاحما ومرسنا مصرجة
أما باسي خانوية كا خانم ناوي أزمانة أزمان خانم لأولو علي أبدت أزمانو أبدت يعني داري خست زوجتي ترنيشانة دا تأقات إيرا أرى هو مقلتا يواني وأبدت مقلتا مقلة يعني أو رشاينا أو تشاوية كخوان بيقولون قليني تشاو مردمكي تششم حالبي عربيش بيقولون إنسان أواشي بيقولون أبدت جغلة مقلة لا مقلة قلوان بله و مخلتا و حاجبا مزججا يعني داري خست باشا قلين كچاويكو يعني رشاينا و چاو لقل برويكا كبروكا مزججا يعني باريكو كراوتاو واتا بروكا إصلاح كراو مزجج لزجاجا شيشا واديارا او مثلا آلتي شيشي بوا مثلا تاشيني او برو پشتی برو امانه ام برویا که ایسا اکریا شاید بمشه و ایسا خلق نیکر به عبرت بناشیرین و امانه آخر آرائیش معمولا بو اویا که مروفی پیجوان ببی باشا بدرهنان حل کندنی برو شوینکی بکتی وکو خالو اویلیکی رنگ ند انسان پیجوان نبی زورشی پی ناشیرین نبی صرف نظر لوی که لروانگی شرع و حرام یا حرام نیه اما بحث کمان لونیه ولي هلا بواري عقلي و أأوى مثلا زيباي نابخشي يعني مثلا إنساني فيها جوان نابيك أقلو كاربك وكوتا أمام مزجج بوا يعني باريك يعني كرتو أو برو باريك يدخل وفاحما فاحم يعني رش وك خلوز وكو ديوك آما جمال بيكر لشارك إمرأة القيسة يعني وشعرا فاحما يعني أبدر شعرا فاحما مو يكي رشي شي درخست امجر ومرسينا مسرجه لوتيكي جوان كوكش راغري جار من وايه يا ريك وكسيفي سريجي هذا سير حربي يعني شي مزجج اي بحر رجازي ششري اي مدققا مدقق بي يعني باريكه امجر مطولا مطولا يعني دريش كراوته واتا او دراوته بريب او اقدر دريش باخرنيه وقتيك اگر مثلا او خربي لجيره وتوكيه ولا سلاوه پاندره كوي بلان اگر توكي جيره كي وتوكي سره كي بكري باريكه وتو لقال اوي كباريكه دريش جيره كوي اما او وفاحما اي شر اسود كالفحم يكفى ومرسنا اي انفن يعني لود باشا مسرجا مسرجا اي كالسيف السريجي في الدقه والاستواء يعني سريج ناوي جيغيكا كشمشيري اللي يدروس كراوة حال بلا يا باري ناوي كسيك بيه بس او يدروس كردوه جائسة كانيكا اقر او ببذن ناوي كسيكا يا ناوي شوينكا باري سريجي وسراج اي بالمشاب ها أخباشة نسبة دراوة بلاي سيفي سريجي سريجيكا كنسبة كيها يا اويا يعني لأساسا بالي ناو بو شوينيكا يا بو كسيك سريجكا وساي شمشيركا يا ناو بو شوينو بو كارخانيكا شمشيركا يلي دلو سكري إيتي وساي في سريجيو كو شوينو رأي مثلا يعني شاقوي سيد الماس كبياوكي سنعي بو شاقوي شاكي دلو سكر دوا إيتي او بو بناو بان بو او بو أم نسبتك أميش لسر اوايا بالي كالسيف السريجي باشا وقوة لشيا وكسيف السريجي في الدقة لباريكية حالوي والاستواء للراستية راستة وادي على أما آخر إيه ما شمشير ما نهي أو قوسي كتير كوي لا وسطك يا منزولي منزولي أو سيف السريجي وانبوة سيف السريجي هر أو راسة هر شمشيرة ديوش ما يساج لواني كورزش كارن شمشير بازي أكن لو شمشير الراستان بيو يعني الشمشير بدون قوس ما يقول اه حاضر اما زوري اوايا واتب بي قوس قورتي تيانيه لوتي باشا هيا مثلا زوار زي لو قورتي تيا كيو امان حاضر كابراوتي وهل بلاغا يجي عليك كابرايا كمدي اجمل متغاتي بوشا اسمه قيم حداد اها واحد كاجا سرجنا اسم قالك بلا بلا عليه هنا نازل كابران دي نازل او مثلا او كابران لوتي بيو ابويا او لوتك او لوتي هلقرت بويا لوتك ابي هلقرت اه
بله اما مسرجا اي امرا وسريج اسمه قينين ينسب اليه سيوفه سريج جناوي اسنغريك كشمشيرغلي بولا نسبه ددري او كسراجي سراج شرع او كسراجي في البريق واللمعاني باشا بره لدرو شانودا لاني لا شوق دانا بريق بريقي دي برق برقي دي مثلا يعني لوتي كتماشي ادي وكو يعني وكو بلي وكو غلوبيك وكو غلوبيك لو غلوبي قردنا ويوالي هذا غلوبي دريجش من هي وكو غلوبيك او دموشاوي روناك يعني وكو تو لامبيك شرايك بدموشاوي هلواسي بأوايا او كسيف او كسراجي في البريق ولا معاني وقوة جائسة مدو تأويلتيا يعني مثلا مؤولين يا أهلي لغات سرقردان للريشي لغتك حالبي لبر أول مثلا يسكانين مسرج أمبابي تفعيلة أقربلين لسيفي سريجية يا لويا أمها توبوا نسبة ولا نسبة تشبيهي بابي تفعيل هر بوا نسبة بينك بوا نسبة تشبيهي بوا نسبة ديه ولا نبوا نسبة تشبيهي هر نسبة واقعي حالبي كواتا لسر أو كحمل كي نسر آخر أجر بيجي مها على مسرجان كسيف سرجي نسبة ولا سيف سرجي لسر سبيل تشبيه هواه فذا ودودة أم جال لو لا شو أجره كسراجي داري نسبة تشبيه هي دوبارة لقال عيشة لقال مبنى عيشة إيش أقول لقال زينة ناقن جينا وكزينش آخر بزيني أسبي جالن سرج آوة تاني حربي بيانو تانية أجر بري ووأبي تزب أخذ هني أما شيء بيجون كرزين ناوكي شالا هاوني من أملا ولاكي برزة ناوكي شالا حالبي يعني تقريبا هو كبر وزور زلة أو زور ناشيرين أو ناوكي شالبي أو قرتيت يا وما على شو إنك أملي رباس جواني أكا فإن قلت لما لم يجعله اسم مفعول من سرج الله وجهه رجاك أبوه اللي وانا سرج الله وجهه إن دم شاي نورانية أي بهجه وحسنه تازه ايج اگر چون ايسني سرج الله وجهه يعني خواده مشاي وكشراليك يعني هر معناي سراجك يا سراج وهاج قلت الاحتمال ان يكون مستحدثا ومولدا من السراج علي لبلوا هل اقري اما عربي تازه به باشا مولد به توليد شده به لسراج ولا او شد تصير سراجك او قيس من اماش بك او يكون امر او يكون من باب الغرابه يا او شر غرابتك يعني انا بروح حمر ينك فس أويا ليرة أو لو غرابت دا جوال بلاغة زورتي لسر رويوة مثلا يا رب بلاغي أوي دور من هيا ينزيك من هيا أبا تأم أي هنا يبدوان يقلو مثال أنا ولي أو علي مثلا كابرا هات عمري عيسى يقول عمري نحوي تي ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة يعني او بوكو ابونا تولى سر من وكوكو ابونا وتان بسر لدوري كسيكي شيء افرنقعو وكو احرنجيمو افرنقعو يعني بلاوي ليك يعني وانا شهر بو غرابت هنا جال دوائية شارك دينا كلمة جحلنجع اتيايا على جحلنجع هركز نيدا ايسيش اوسع للوغة انا دوزراو انا لسر رويوة ولبال حال تعريفك مثال تعريفك وحالي او مثالش كافية أي مخالفة قياسية والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة يعني مخالفة قياس أويك كلمك لسر بيشواني أو ياسايبي كياساك يا قانونك بمفردات ألفاظها يعني بألفاظ مفردي موضوعة يعني أو ألفاظ مفردي موضوعة قانون ياسايك يعني هيا مثلا اگر تيا هلك دودانها وجنس من دغبه بن لياكا اگر واو متحرك ويا متحرك ما قامت بها اكريبا الف مثلا زور شتي تل قواعدها كان لفظ رو ادا او قانون يعني هيا يعني اي كلمه كم بلام لبي شوانه دا مثلا برين لمجموع ست كلمه تماشاكي دانيل لسر او ياساني او قانون الرعايه دنبو لو كانت دا أو كأول قاعدة خارج هو أما بيجي مخالفة قياس أعني على خلاف ما ثبت عن الواقع يعني منظوري أما أخذ ممكن اللي واكسي برسيارك يجي براتو مخالفة قياس
بشع با وداني بخلافه بيشواني فصاح الداني خو القرآن بيروز أباي أبيت يا هم عليكم الله رعاك لحالك لهموك يا بس في كان يجين أما شاذة يعني لقاعدة درشوا ديك واتأبي وأنا فصيح بي لأن باوة أو لهر لوالع واثابت بوا حالبي لوالع واثابت بوا يعني على خلاف ما ثبت عن الوالع واتا مخالفة ويا كلمة كا لسر بيتشواني أو قانون به كثابت بوا لسر والع كواتا أقل لوالع بخيل هربو خلافاي مثلا سعويرة ومتحركة ما قبل كي مفتوحة نايكي بألف ولهذا والع واهاتو تازا تازي ساقتو تغييري ديتو بكي بألف خلافي أمر قانون الكردو شن مقنيني صرف واي بكار هنا وان للوقت يعني. كواتت مشاكا مخالفي قياس الأصل يعني شي يعني مخالفي استعمالي متداولي أو لفزة استعمالك كواتا أبا يا أبا نافسيح نية أشان بيشواني قاعدة كي بوشي شنكا مخالفي استعمالي متداول نية بلكم موافق هذا مثال بينرو أخو الأجلل بفكي الدغام بخوانرو لقول أم شاعر دا الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفردي فرد العظيم عظيمة الواحد الفرد العظيم الأكملي مثلا والخبوت باشا أوي من هنا نعم الواهب الفضل مجزلي مجزلي أعطى فلم يبخل ولم يبخل أعطى فلم يبخل ولم يبخل بقى نبخي لي كرنا نسبة يا سامة سأشبت الحمد لله العلي الأجلي ووزن شعرك اللي يتأكد لبر وزن شعرك ناشار بفك بوا لشوينك كمجال بفك إدغامي بس كواتا أو خلاف قاعدة والقياس الأجل كواتا فنحو آل كمثلا أهل بوا وهي كي كراوة بألف باشا يا ماء أو جماه بوا هي كي كراوة بهمزة وأبايا أبا كأشياء أبايا أبي بوايا وقرمايا رمي يا أبي يا أبا بوايا وكو خشية يخشى يا عوير يعورو باشا كدبو مثلا وكو خاف يخافو عار يعارو بوايا فصيح بو لأنه ثبت عن الوالع كذلك شو كمان لوالعه الوالع قيل أمام ما نود يعني أم سيدا نبون مثلا فصاحة خلوصه من خلوصه من التنافر يعني خلوصه عن التنافر والغرابة والمخالفة ولقيل قال فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع خلوصي لوانشه ولكراهة في السمع يعني اللفظة كالألفاظ لحروفك تشكيل بوبي أو كلمة جوريك نبي مثلا تشكيل بون لو حرفان ببي مخارج صفات أمانة صدايكي ناشرين يعني دنگكي ناخوش دروسكا بو جوي مخاطب عربي بس جوار بأن يكون لفظه بحيث يمجوها السمع مثلا لفظ كوابه سمع إنسان تفيكاته فريات دارو عربي ويتبرع عن سمع وخوي بيزاري دربري لبيسنكي وكو الجريشا لقول أبي الطيبة كوصف سيف الدولة كا عليه مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجريشا شريف النسب يعني هو مبارك الاسم يعني هو نامك مبارك أغر اللقب لقبك مشهور يا أغر يعني مشهور كريم الجريشا كريم النفس شريف النسب نسبي باشي يسأل الجريشا بوجورك أي بي سي وكفي قلهيني دي حالبي جي قيدي قوي عزيتك والأغر من الخيل الأبيض يعني أغر لنا وأسباء الأبيض الجبهة أو يواد مشاوي سبية ثم استعير لكل واضح معروف فاشا باستعارة والجلاء وبوهر شوازع بوناس لهم وفيه نظر يعني على قيلا نظر هيكاك من الكرات في سمع نامي بو لأن الكرات في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشة فاشا باري ريكاك يعني كراهتي في سمع خوي هلا جهتي غرابته ديك كتفسير كرياب وحش بوحشات عربي دي اقروتو مانا غرابتي تيانا بيه يعني كراهتي في سمع شي تيانا دي امي قلق نبو
وكو تكأكأتم وفرنقيعو ونحو ذلك وكو أنا كمثال من هنا يا رب. وقيل لي أن الكراهة في سمعي وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب. وقيل قالك هكا أما مع الناوية يعني أمين دويش شن كراهتي في سمع ربتي بلفز نية أو قيل وعجل كراهتي في سمع ومثلا أما كان سمع كريهة يا عدم كراهة كريه نية أو أقرب ولا دن خوشي ودن ناخوشي باشا يعني أقر دن خوش بو أو كراهتي في سمع نية ولا فلشي مشوشة أقر دن يجنا خوش بو باشا أو يتر كراهتي في سمعية لا إلى نفسي اللفظي نقول لنفسك ولا أم جواه وجواه نية على جواه كبكانه. وفيه نظر وشي للقطع باستكراه الجريشا دون نفسي مع قطع نظر على النغمي شنك قطع هيا بواك جريشا مستكرها نق نفس باشا لقال أوك قاني أقرب كارمان بدن هر نوية شنا خوشة كارمان بي نوية باشا هرتو آوا براوردي كلبر خوتو جريشا لقال نفسه نفس جريشا كراتك هي ولا نفس نيتي آوا حالبا أمر ديس الفساحة في الكلام باب يسيني موفق